بس وحشيني. ايوه فعلا روعة والله يا جماعة، طريقة روعة، طعمه روعة. شايفين قلبه؟ طعمه مقرمش وروعة. والتسوية بتاعته روعة زي ما احنا شايفين كده، مش محروقة. عامل كده شبه الكوكيز، بس ده بقى يعني على قد الايد خالص، يعني مقاديره كلها على قد الايد. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، ودي زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، دي النتيجة النهائية اهي. زي ما احنا شايفين كده، شايفين النتيجة عاملة ازاي، والتسوية بتاعتها حلوة جدا، حاجة مختلفة كده اول مرة بنعملها. بقت بصوا عاملة زي القرص او عاملة زي الكوكيز. اكسري واحدة كده يا ملك، هكسر واحد دلوقتي هوريكم قلبها عامل ازاي. شايفين قلبها عامل ازاي؟ حلوه جدا. تعملي بقى شاي او كده، زي بصوا عاملها زي نظام القرائش كده، بس دي حاجه مختلفه. المختلف فيها ان هي فيها دي سميد، لكن بقيه المكونات كلها زي اللي موجوده بالظبط في الـ في الـ في اسمها ايه، في البنين او المنين اللي هي القراقيش. النص التاني اهو زي ما احنا شايفين كده، لونه حلو قوي من جوه وطعمه حلو جدا. شايفين شكل السميد من بره مدي كده شكل مختلف. انا اول مره بعملها بس حلوه جدا وعجبتني وطعمها حلو. وعملت معايا كمية كبيرة جدا على فكرة. زي ما احنا شايفين كده، انا عملت نص كوباية من السمين، كوبايتين بس من الدقيق الابيض، عملوا كل الكمية اللي احنا شايفينها دي. شايفين الكمية دي كلها؟ يا رب تعجبكم، جربوها هيعجبكم قوي طعمها. بنتي اهي بتعمل معايا، بتوريكم النتيجة. رجعي ايدك لورا شوية، يعني نزليها لتحت، نزليها لتحت زي ما احنا شايفين كده النتيجة. بس ايه، النتيجة روعة جدا والله، عجبتني قوي. شاي بلبن بقى او شاي، بصوا طعمها روعة. شايفين لونها من جوه عامل ازاي؟ لان انا ما ضفتش كله زيت، انا ضفت زبدة على زيت، فالنتيجة بتاعته طلعت زي ما احنا شايفين كده بالظبط. روعة يعني، روعة روعة بجد. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم وتجربوا الطريقة دي، وان شاء الله تعجبكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. مع السلامة. زي ما احنا شايفين يا جماعة، دي النتيجة النهائية كده زي ما احنا شايفين. بصوا بقت هي فردت لوحدها، انا من غير ما اضغط عليها بقت عامله ازاي. دي التسويه بتاعتها اهي،
احنا شايفين كده يا جماعه اهو، عملت صينيه اهي، دي صينيه اول صينيه، ومعايا صينيه كمان اهي، لازم نفرده كده عشان لسه هيدخل الفرن زي ما احنا شايفين كده. وانا بصوا انا مش مبططه ولا حاجه، انا نزلته زي ما انا نزل من ايدي بالظبط، شايفين اهو، انا ما فردتوش، هو فرد لوحده. هدخله دلوقتي على درجة حرارة كده متوسطة، ان شاء الله يعجبكم. شايفين نص كوباية من دقيق السميد، وكوبايتين من دقيق الدقيق الابيض، وبيضة واحدة بس، ونص كوباية من السكر. هتعمل لنا حاجة حلوة ومسكرة وجديدة واول مرة هتعملوها، انا عن نفسي اول مرة بجربها، وان شاء الله تعجبني وتعجبكم ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده، بيضة واحدة وكوبايتين من دقيق الابيض، ونص كوباية من دقيق السميد، ونص كوباية من السكر، ونص كوباية من اللبن، وفانيليا وبيكنج باودر، حاجة بسيطة خالص مش مكلفة وعلى قد الايد، وتغيير يعني حاجة ما كلناهاش قبل كده. فيارب فيديو النهاردة يعجبكم. انا دلوقتي مشغله الفرن على نار متوسطه، هدخل الصينيتين كده مع بعض. شايفين الكميه اللي عملها؟ شايفين قد ايه؟ انا هدخلها الفرن دلوقتي، ولما تطلع من الفرن هوريكم النتيجه النهائيه هتكون عامله ازاي. يا رب كده ان شاء الله تعجبكم وتعجبني ان شاء الله. هدخلها الفرن بقى دلوقتي من غير ما تخمر ولا اي حاجة، زي ما قلت ان البيكنج باودر دي خميرة الحلويات مش بتاخد تخمر في الفرن من النار. تمام، يلا بينا على الفرن. زي ما احنا شايفين العجينة خلصت اهي، شايفين العجينة عاملة ازاي. انا باخد بقى منها قطعة كده، بعملها بايدي كده وبنزلها في الدقيق السميد كده، بقلبها في بعضها كده. زي ما احنا شايفين كده بدورها بايدي كده، وبنزل عليها كده ايه الصينية اهي. نعمل كله مقاس واحد كده، وبدورها بايدي كده. عجينة زي ما قلت عجينة مش متماسكة، زي ما احنا شايفين كده بنزل بها كده في الدقيق السميد. برجع ادورها بايدي، وهي على الصينية زي ما احنا شايفين كده.
مستحسن طبعا ان تكون الوحدات كلها قد بعض، عشان ايه بقى التسوية كلها واحدة. من الافضل يعني ان احنا لما نيجي نعمل حاجة نخلي نخليها كلها قد بعض، علشان تبقى التسوية كلها واحدة ومظبوطة. تمام، انا ليه بعمل كده؟ علشان يبقى فيها هوا من جوه، اللي هي البيكنج بودر ما كتمش العجينة. شايفين واخدين بالكم؟ انا مش بضغط عليها اهو، بس انا بنزلها هي بتهبط لوحدها، لان زي ما قلت هي عجينة مش متماسكة، هي بتهبط لوحدها. ان شاء الله تعجبكم. ودلوقتي هنزل كده بالبيضة، عندي بيضة اهي، هنزل كده ببيضة، بيضة واحدة اللي انا هستخدمها زي ما احنا شايفين كده، وهنزل كمان عليها بالفانيليا. هنزل عليها بحوالي كده نص معلقة من البيكنج بودر، او ممكن نضيف معلقة، يعني نبص الكيس، ضيفي نص الكيس لان الكمية بسيطة، فمش هنضيف الكيس كله، هنضيف نص الكيس بس. وهنبدأ بقى نخلط في الخليط في بعضه. وطبعا انا عندي كمان نص كوباية من اللبن، ادوب بس كده البيضة في الفانيليا عشان ميبقاش للعجين ريحة فيها من ريحة البيض، يعني تبقى واخدة من ريحة الفانيليا. وهنزل على طول كده بنص كوباية من اللبن. انا عايز الخليط ده يكون مش متماسك، مش عجينة، احنا مش هنعجنه عجينة، انا عايزة خليط متماسك. تمام، عندي اهو كوباية من اللبن، لبن دافي عادي، وهبدأ بقى اخلط العجينة وهوريكم القوام اللي انا عاوزاه. العجينة دي بقى يا جماعة ما فيش فيها عجن خالص، مش عجن خالص زي ما انتوا شايفين كده.
بصوا انا بعملها بالمعلقه، شايفين انا بس هتوه الدقيق ده وخلاص. بصوا عارفين عجينة البسبوسة، هي تقريبا زي عجينة البسبوسة كده، تكون ايه ولا سايلة ولا جامدة، ما بنعجنهاش، هي بس بنخفي الدقيق اللي فيها وخلاص. تغيير برضو، نعمل حاجة جديدة ما عملناهاش قبل كده، فدي حاجة كويسة برضو ان الواحد يعرف حاجة ما عملهاش قبل كده. زي ما قلت لكم احنا بس هنخفف دي من العجينة. بس كده هي العجينة كده معايا خلصت تمام. انا عايزاها كده، مش عاوزاها عجينة ماسكة. بصوا هي بتكون كده، شايفين انا عايزة اقومها كده، مش عاوزة عجينة ناشفة، شايفين عاملة ازاي، هو ده القوام اللي انا عاوزاه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه، نكمل. يلا عندي صينية عشان اعملها، يلا عشان هدخلها الفرن. هجيب صينية هدهنها، من هدهنها سمنة على طول، انا بشتغل في، مش بسيبها تخمر ولا الكلام ده، انا بشتغل فيها على طول. اول ما بخلصها كده عجن، زي ما شفنا كده عجن بسيط، بشتغل فيها على طول، بدخلها الفرن على طول. انا بدهن دلوقتي الصينية سمنة وانا معاكم، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هعمل فيديو جديد، يعني بصوا هعمل حاجة حلوة كده، يعني هي اول مرة بجربها، هعملها معاكم. مكونات سهلة وبسيطة خالص، وبصوا يعني على قد الايد، يعني على قد الايد، وفي نفس الوقت ان شاء الله يطلع طعمها حلو. انا شفتها على اليوتيوب، واحدة حبيبتي عاملاها، وان شاء الله جربها معاكم وتطلع حلوة. وزي ما قلت لكم مكوناتها سهلة وبسيطة جدا، يعني مش مكلفة خالص، وببيضة واحدة هنقدر نعملها. عندي زي ما احنا شايفين كده 3/4 كوب من دقيق السميد، اهو دقيق السميد عارفينه طبعا كلنا، 3/4 كده كوباية ماشي. وعندي برضو 3/4 كوباية، مش كوب كامل يعني، يعني كوب الا ربع ماشي، كوب الا ربع برضو، او تقريبا ده اقل من كوب الا ربع، نص كوب من السكر، السكر الابيض عادي. وعندي فانيليا، عندي فانيليا، وعندي عندي حط كيسين كده من الفانيليا، وعندي كده بيكنج باودر ماشي. وعندي برضو هجيب نص كوباية من السمنة على الزيت، ممكن تعمليها زيت خالص، ممكن تعمليها سمنة على زيت او زبدة على زيت، انا عاملة زبدة على زيت تمام. وعندي برضو كوبايتين من الدقيق الابيض، كل حاجة هجيبها واحدة واحدة كده. هنزل اول حاجة كده بالدقيق السميد، كوباية الا ربع من الدقيق السميد،
هنزل عليهم دلوقتي حالا بالسمنه على الزبده زي ما انا قلت اهو. عندي كده كوبايه الا ربع اهي، زي ما قلت انا حاطه زيت على زيت على سمنه، مش زيت بس ومش سمنه بس. هنزل كده على دقيق السميد، حاجة جديدة وأول مرة بجربها، وإن شاء الله تبقى حلوة وتعجبكم. لازم أن الواحد برضو يجرب حاجات مختلفة ما عملهاش قبل كده. بسم الله ببدأ بقى أقلبهم في بعض كده، أخلي دقيق السميد كده يتشرب من السمنة والزيت. بعد كده عندي نص كوباية من السكر زي ما انا قلت، بنزل بيها برضو. كله كده يدوي، مفيش حاجة في الخلاط ومفيش حاجة هتتضرب كله، لان طبعا دقيق يعني مش هينفع يتضرب في الخلاط ولا اي حاجة، فكله كده يدوي. لازم دقيق السميد الاول علشان يتشرب من السمنة كده والزبدة بتاعتك. بصوا زي طريقة البسبوسة بالظبط، يعني لما بنيجي نعمل البسبوسة لازم نديه السميد اللي ينزلي عليه بالزبدة او بالسمنة الاول، علشان اول حاجة يتشرب كده من الزبدة او السمنة. بعد كده هنزل بالدقيق اللي هو الدقيق الابيض، بنفس المعيار اللي انا معايره بيه، معايير كوبايتين دقيق ابيض. ادي اول كوبايه اهو، ودي الكوباية التانية. هبدأ بقى اخلط كله ببعضه. بصوا العجينة بتاعته مش بتبقى يعني عاملة قوي سايلة قوي ولا اي حاجة. عندي بيضة واحدة بس اللي هستخدمها، هنزل بقى بالبيضة اللي معايا. خلص الفطار، زي ما احنا شايفين يا جماعة معانا فول اهو، ضيفت عليه ملح ومعلقتين من الطحينة زي ما احنا شايفين كده. هبدأ دلوقتي ايه اسخنه، وعندي طاسة اهي عشان اعمل البيض.
فيها معلقة من الزبدة على سمنة، نحط ملح، هعمل بقى بيض. هضيف برضو دلوقتي على الفل، هضيف كمون، بيخلي طعم الفول حلو اوي الكمون. انا هقلب كل ده في بعضه طبعا وهسخنه على النار، وفي الاخر هضيف الزيت. هضيف شوية فلفل اسود برضو على البيض. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل النهاردة فطار، نضفت الخصاية كده. دلوقتي هنضف البصل،
نعمل فطار سهل وبسيط خالص، مش هياخد مننا اي وقت نهائي. نروح نغسلهم بقى. اعمل بيض دي كانت اكلة النهاردة يا جماعة. خلصت الكبدة اهي زي ما احنا شايفين، اهي جميلة اهي خلصت، وعملت جنبها بطاطس محمرة، وعندي مخلل، وعندي كده عملت مكرونة حمراء اهي. يا رب بقى أكلة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى متنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير. كمان عملت بطاطس محمره يا جماعه جنب
جنب الكبده والمكرونه زي ما احنا شايفين اهو. انا بحمر بطاطس ودي الصلصه خلصت زي ما احنا شايفين اهو. هنزل بقى عليها بالمكرونه. هنزل دلوقتي كده بالمكرونة. وببدأ اقلب كده في المكرونة زي ما احنا شايفين. اكلة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص زي ما قلتلكم. هفضل اقلب طبعا لحد ما الصلصه اللي تحت دي كلها تبقى ملونه المكرونه. بس وهغطي عليها واسيبها ايه بس 10 دقايق كده على النار زي ما احنا شايفين اهو. 10 دقايق بس هسيبها على النار والبطاطس اهي بتتحمر. الكبده خلصت زي ما وريتها لكم، ما خدتش وقت خالص. المكرونه طبعا مش بنقلب فيها كتير، انا هسيبها 10 دقايق بس على النار وبعد كده هطفي عليها. هقلبها مره كمان وبعد كده اطفي عليها. بعد ما زي ما احنا شايفين كده القوانص جبت خالص اهي اعتمد على السوا زي ما احنا شايفين كده. هنزل على طول بالكبد. الكبد زي ما قلت ما بتاخدش وقت خالص في السوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط جدا زي ما احنا شايفين. هعمل الكبد والقوانص بطريقة سهلة وبسيطة خالص. عندي كده بواقي كده، احنا عارفين طبعا احنا بنجيب الفراخ، الكبدة والقناصة بتاعت الفرخة مش بنسويها مع الايه مع الفرخة. فانا عن نفسي باخد كل الكبد والقوانص وبجمعهم وبعملهم طبخة مع بعض. فزي ما احنا شايفين الطبخة دي سهلة وبسيطة خالص، ومكوناتها بصوا يعني بواقي التلاجة. من بواقي التلاجة قرنين فلفل وطماطمتين وبصلتين وكم فص من الثوم، وعندي كمان هعمل جنبها مكرونة. فيلا نشوف احنا هنعمل ايه في وصفة النهاردة. هي سهلة وبسيطة خالص وزي ما قلتلكم مش مكلفة، وموجودة عندنا في البيت بواقي زي ما قلت التلاجة. زي ما قلت عندي دلوقتي انا مقطعة الكبد والقوانص زي ما احنا شايفين كده. انا مقطعاها صغير زي ما احنا شايفين كده وغسلاها، وحطيت عليها شوية خل علشان طبعا ميبقاش ليها اي ريحة وحشة. وطبعا الكبد برضو مقطعاها وبرضو نقعتها برضو في مية وخل وملح.
وطبعا هصفيهم دلوقتي قبل ما اشتغل بيهم على طول. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه في اكلة النهاردة. خليكم معايا. معايا بصلتين اهم، هروح دلوقتي على البوتاجاز. عندي طاسة على النار، بشوح الاول كده البصلة. وعندي حلة برضو على العين التانية اهي، هعمل فيها المكرونة. زي ما قلت هعمل جنب الكبد والقوانص، قلت هعمل مكرونه، فعندي حل اهي. هنزل بقى كده بعصير المكرونه عشان اعمل صلصه. هسيبها بقى كده تستوي على ما ايه. بصوا يعني الاكله الاتنين بيتعملوا مع بعض. هنا بعمل صلصة الطماطم بتاعت المكرونة، وعلى العين التانية بعمل الكبد. بصوا يعني الأكلة والله كلها مش هتاخد منك ساعة بالظبط. بصوا العينين الاتنين شغالين اهو. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، انا طلعت كل اللي كان في قلب الكرومبة، بس هو كل اللي استفدت منه الباقي انا رميته. اي ورقة صفرة او اي حاجة رميتها. ورقة اهي برضو بقطعها اهي. الورقة الصفرة دي تبوظ مني على طول زي ما قلت لكم، فبقطع الحتة الصفرة كده منها. زي ما احنا شايفين كده بيبقى طعمه حلو اوي. اللي ما يعرفش مخلل الكرومب ده يجربه. بصوا زي مخلل القرنبيط كده اللي بنشوفه في لما نيجي نشتري مخلل جاهز، بنلاقي مخلل القرنبيط وطعمه حلو برضه. بعمله معاكم مره. زي ما احنا شايفين كده اي حته صفرة هقطعها اهي. طعمه حلو جدا. تقطيع بقى عشوائي، بصوا مش بالسكينه، بايديا. بصوا تقطيع عشوائي. دلوقتي بقى هعمل معاكم برضو مخلل الليفت عشان اوريكم احنا ازاي هنحطهم في البرطمان ورا بعض. زي ما انتوا عارفين انا بحب اجيب مخلل الليفت الحجم الصغير زي ما احنا شايفين كده. الحجم ده احسن حجم تجيبيه، تلاقيه بقى بصوا يعني حلو جدا، وبيفضل معاكي كده ما بيطراش بسرعه في الميه. في مخلل تجيبيه كلها يومين، اللي هو الحجم الكبير كلها يومين، وتلاقي المخلل تلاقيه طري بقى، طري كده في الميه وطعمه مش حلو. انا عن نفسي لو لقيته طري برميه، مبقاش طعمه حلو. انما ده ما شاء الله بيفضل معاكي فتره، يعني فتره. طبعا اولا الليفت ما بيفضلش فتره كبيره يا جماعه، عشان نبقى عارفين مخلي الليفت ما بيفضلش فتره كبيره. فلو انت عاوزاه يفضل معاكي مثلا شويه، يعني اكتر مثلا من 10 ايام، فانت بتحطيه في التلاجة ايا كان الجو اللي انت فيه. فلو مثلا هيفضل معاكي اكتر من 10 ايام بلاش تخليه بره. اول ما تحسي كده ان هو خلاص استوى الاكل خلاص، هو اولا ما بيقعدش 3 ايام وبتفتحي عليه عادي الليفت، وطعمه حلو جدا. يعني بصوا مخلي اللفت والكروم بصوا حلوين جدا، ما بياخدوش وقت ولا مجهود ولا مكلفين ولا اي حاجة. فيا رب تجربوه.
زي ما قلت لكم الحجم ده احسن حجم تجيبيه للنفت ده. طبعا اي حاجة فيه طبعا انا لسه هنضف الحاجات دي، كل دي الحاجات دي بقى هنضفها لسه، كل الحاجات اللي هي الجلدة دي نضف. انا كنت بس نقعه في مية عشان لو في اي حاجة تنزل، بعد كده بنضفه بقى وبقطعه. طبعا التقطيع زي ما انتوا عارفين قلت لكم قبل كده ما عملته مرة، التقطيع ده حرية شخصية، في ناس بتقطعه بالقطاعة اللي هي المشرشرة، شكله مشرشر كده وشكله حلو. انا الحقيقة بحب اقطعه على طول بالسكينة اللي هو التقطيع العادي، بس طبعا تقدري تقطعيه بالقطاعة يبقى شكله حلو جدا برضو. انا هقطعه معاكم دلوقتي تقطيع عادي. بصوا انا بله اهوت بقيه اللفت اللي عندي بله في ميه علشان لو في اي حاجه ينزل الميه اللي فيه تمام، وهاخد منه كده حبه بحبه اقطع عشان لو في اي تراب او اي رمله او اي حاجه تنزل في الميه. انا قعته اكتر من مره، وبعد برضو ما بنقطعه بنفضل نقعينه في ميه كده في ميه، ونزل في اي حاجه فيه عفر اي حاجه فيه موجوده لازم تغسلي اللفت اكتر من مره، لان الراس بتاعته من هنا بصوا بقى كلها كده رمل وطين من هنا كده، فتأكدي اكتر من مرة ان انت غسلتيه ومفيش فيه اي حاجة، ده جلد ده مش رمل ولا طين لان غسلاه كويس، فده جلد هقطعه برضو الجلد ده كله هشيله مش هخلي فيه اي حاجة، بصوا ما بخليش غير اللون الحلو ده، لكن الكل ده هشيله. شايفين ابيض الزوحل وطري طري، مش اللي هو استفنج، بصوا الكبير اللي هو اللي عامل زي استفنج، انما ده بصوا طري. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل مخلل الكرومب مع مخلل اللفت. انا طبعا عملت معاكم مخلل اللفت قبل كده كان بطريقه سهله وبسيطه خالص، بس انا النهارده ايه معايا برضو مخلل اللفت. شايفين الحجم برضو اللي انا بجيبه ما بيكونش كبير قوي زي ما احنا شايفين كده، انا بلاه في ميه ونضفت كل الحاجات اللي عليه، ولسه هننضف طبعا الحاجات دي والحاجات دي طبعا دي القشره الناشفه دي بنضفها برضو. فانا بدلة في مية دلوقتي على ما اخلص الكرومبة اللي قدامي. انا كان عندي دلوقتي اكتر من كرومباية، فواحدة فضلت عندي وصفرت زي ما احنا شايفين كده لونها صفر، الورق الاخضر اللي بره ده كله هنكسره طبعا، ده كله هيتكسر دلوقتي وهوريكم انا هعمل ازاي مخلل الكرومب. طريقة سهلة وبسيطة وبقى طعمه حلو قوي على فكرة. شايفين الكرومبة صفرت ازاي، ده الورق اخضر كمان يعني من جواها بقت صفرة خالص. انا هقطع كل الورق اللي برا ده وهوريكم هي صفرت ازاي، مش معنى بقى ان هي صفرت هنرميها، لا هنستفاد منها برضو في ان احنا هنعملها مخلل زي ما احنا شايفين كده. نقطع الورق اللي عليها كله اللي هو لسه ما بدتش فيه كده، شوفوا بقى شايفين هي صفر ازاي. ما تنفعش خالص طبعا ان احنا نعملها محشي يعني نعملها نسلقها، لان شايفين الورق عامل ازاي. طبعا الورق ده كمان مش هينفع في المخلل برضو، يذوب بسرعة في المية، فأنا هتخلص برضو من دول كلهم
هقطع كل الاصفر ده، كل الاصفر ده انا هقطعه. انا عاوزه قلب الكرومبه، القلب اللي جوه هو ده اللي بينفع مخلل. بص ما بياخدش وقت خالص، يعني ممكن لو عملت لو ضفت قلب الكرومبه دي عندك ميه المخلل ضفتيها عليها، ممكن لو حطيتيه مثلا الصبح ممكن تاكلي منه بالليل عادي، فما بياخدش وقت خالص لانه ورق رقيق زي ما احنا شايفين اهو. كمان اللي احنا بنعمله بيكون قلب الكرومبة مش الورق اللي بره. كل ده بايظ طبعا، كل ده باظ. كنت جايبة اكتر من كرومبة ودي فضلت عندي وما كانش لها اي استخدام فنسيتها، فمش هرميها ولا حاجة، هرمي بس كل الورق اللي صفر، والباقي انا هستخدمه في المخلل زي ما قلت لكم. اكمل بقى متقطعه، كل الاصفر ده هشيله، انا عاوزه اقلبه قلب الكرومبه. ممكن نعملها بالسكينه برضو، اقطعها بالسكينه. شايفين لونه اصفر ازاي؟ مينفعش ده طبعا، ده كمان مينفعش. بصوا ده لو حطيته في مية المخلل ده هيدوب في ثانية، مش حلو طبعا ده. بصوا صفرة ازاي، مش هتنفع خالص. انا عاوزة اللي لونه ابيض من جوه. وعلى فكرة انت لو عندك كرومبة سليمة، يعني ما عندك كرومبة سليمة واللون الابيض ده، شايفين اللون ده؟ لو اللون الابيض ده ممكن لما توصلي كده تحطي فيها في المخلل عادي، يبقى طعمها حلو برضو. شايفين الكرومبة؟ كل ده اصفر، لا لازم اشيله، ما ينفعش، مش هينفع معاه في المخلل خالص، هيبوظ. ومن الافضل لو انت عاوزة يعني يبقى مقرمش معاكي الحال، فبلاش اي حاجة صفرة زي كده. الاصفر ده كله لا، ممكن تاخدي الحتة البيضة دي، شايفين دي الحتة دي ممكن ناخدها، شايفين بيضة اهي وتتحمل، انما دي لا ترميها طبعا، تقطعي كده. شايفين يا جماعة قلب الكرنب اهو، دي بقى مش هرميها، دي بقى احنا وصلنا خلاص لقلب الكرنب. بس طبعا زي ما قلت لكم كل الاصفر اللي تحت ده هرميه، يعني هاخد الجزء ده، الجزء الابيض ده كده انا هاخده تمام. زي ما احنا شايفين قلب الكرومبة اهي، بصينا للقلب، شايفين القلب طويل ازاي؟ ده بقى هقطعه كله زي ما هو كده، قطعي اي تقطيع عشوائي عادي. طعمه حلو قوي على فكرة، اللي هو قلب الكرومبة ده بيبقى طعمه حلو قوي في المخلل. وانتي مثلا عندك مخلل مثلا زي ما انا هعمل كده مثلا، شايفين اللفت؟ زي ما انا هعمل كده مثلا مخلل اللفت تاني، انا عملته معاكم قبل كده. المد ما تخليش الورق الكرومب ده ينزل لتحت في البرطمان، لا تخليه على الوش، لانه زي ما قلت ما بياخدش وقت خالص في التخليل، فعشان ما يدوبش منك في البرطمان تخليه على الوش. يدوبك كده المية تغطيه، مية المخلل تغطيه، وبعد كده ايه تسيبيه على الوش، ما تخلوش تحت تمام. يلا بقى نقطع كده قلب الكرومبة. شايفين الورقة اهي؟ لو لقيت اي حتة صفر زي كده هقطعها، مش هينفع اخلي اي حاجة صفر خالص علشان ما تدوبش مننا. زي ما انا قلت بصوا التقطيع مش بالسكينة، يعني الاصفار ازاي التقطيع اهو، عشان بس بصور بايدي التانية، تقطيع كده لو ما هيش صفرة زي ما احنا هقطع على طول. شايفين التقطيع اهو بايدك، اي تقطيع عشوائي كده زي ما احنا شايفين كده.
انتي عايزه تضيفي الورقه بحالها اللي هي الصغيره دي تخليها زي ما هي كده. شايفين ورقه صغيره قد ايه؟ ممكن تحطها كده عادي. الورق الصغير ده بيبقى طعمه حلو قوي، اللي هو قلب بقى الكرنب ده بيبقى طعمه حلو قوي وطري. بصي مش هياخد وقت خالص. انا بقى كده كل الورق اللي معايا اهو، شايفين مفيش ورق اصفر خالص، كل الورق الابيض. الاصفر ممنوع هيبوظ منك على طول. اي حته صفرة، حتى انا لو انا نسيت بعض الحتت الصفرة زي دي مثلا، دي مثلا فيها حته صفرة اهي، هقطعها هتبوظ مني بسرعه دي. تمام، لازم ان يكون ورق ابيض كده يبقى طعمه حلو معاكي. وزي ما احنا شايفين كده يا جماعه، انا غسلت خلصت تقطيعه اهو، شايفين اللفت اهو تحت، غسلته ونضفته ونقعته في ميه. هسيبه كده، بصوا هسيبه ساعتين ثلاثه برضه في الميه كده منقوع اهو. شايفين التقطيع، نضفته اهو وغسلته اكتر من مره، وحطيت على وشه الكروم برضه في البرطمان. هنعمل نفس الحكايه، اللفت هيكون تحت والورق الكرنب ده هيبقى هيكون فوق، عشان مش هياخد منك اي وقت خالص. ايه تمام. وكمان عاوز اقول على حاجة، احنا قلت قبل كده مية المخلل بيكون فيها ايه، بس هقولها كمان مرة. انا بضيف مية المخلل طبعا بتكون مية وملح، ملح طبعا على حسب انت عاملة مية قد ايه. مينفعش اقولك معلقتين ملح او تلات معالق ملح، على حسب الكمية اللي انت عاملاها. وكمان بضيف من 3 أو 4 ليمونات، بيخلي طعم المخلل اي نوع مخلل بتعمليه طعمه حلو جدا. بصوا في طعم كده والله بيكون احلى من اللي بره كمان. وبتضيفي كمان 1/2 كوباية من الخل، وبتضيفي معلقتين كبار من الشطة اللي هي الحمرة الناشفة. افضل بكتير ما تضيفي الفلفل اللي هو الحامي، لانه بيطرى كده، معرفش ضفته قبل كده مع مخلل اللفت بالذات، اللفت الفلفل طري ما كانش طعمه حلو. فلما انا جربته بالشطه الحمراء اللي هي المطحونه كان طعمه حلو جدا، و في نفس الوقت كانت يعني طعمها حلو جدا المخلل بالشطه الحمراء اللي هي الناشفه. شايفين انا غسلته ونضفته اهو، هسيبه برده منقوع ساعتين ثلاثه. يبقى احنا قلنا ميه وملح وليمونتين او 3 ليمونات كبار، ونص كوبايه من الخل، وكمان شطه حمراء، وبتضيفي كمان 1/2 واحدة من البنجر، بتخلي لون اللفت حلو جدا زي ما انا وريته لكم قبل كده. طبعا احنا لو ضفنا اللفت كده من غير بنجر هيبقى لونه، بصوا يعني
مش هيبقى لونه بينك ولا لونه احمر ولا اي حاجة، هيبقى لونه عادي، ممكن ياخد لون بس من الشطة الحمراء، يعني الشطة الحمراء ممكن تديله لون خفيف قوي. إيه انما البنجر، اولا البنجر مفيد، ثانيا بيدي لون حلو جدا لللفت. هتضيفي بس نص واحدة، يعني الحلة دي كلها هضيف عليها نص واحدة، وهيبقى كتير جدا كمان عليها، بيخلي اللون حلو جدا البنجر، وفي نفس الوقت مفيد. وبرضو اللي بتقطعيه، بتقطعي البنجراية زي تقطيع اللفت كده بالظبط. وانا دلوقتي بعد ما هيتنقع ساعتين هفضي المية اللي فيه، وبعدين اجيب مية جديدة ادوب فيها المية والملح والخل والليمون والشطة الحمراء وكل حاجة، وكمان هضيف عليها ايه النص بنجراية، واسيبهم برضو ساعتين. هتلاقوا لون المية غير خالص، بقى لونها بينك وحلو جدا. ويا رب كده وصفة النهاردة تعجبكم، مخلل اللفت والكرنب، تكون سهلة بسيطة، تكون أكلة كده عفوا، يكون مخلل سهل وبسيط عليكم ويعجبكم إن شاء الله. وإن شاء الله هشوفكم كده في فيديو جديد ينول إعجابكم إن شاء الله، وأشوفكم على خير. زي ما احنا شايفين كده هبدأ اقطع بقى، زي ما احنا شايفين اهو هبدأ كده اقطع الحتة اللي فوق دي كلها، واي جلد كده مش عاجبني بقطعه. شايفين هي ابيض ازاي من جوه، شايفين؟ عشان اقول لكم ان الحجم الصغير ده افضل حجم تجيبيه لللفت، وطعمه حلو جدا. انا طبعا بقطع تقطيع بقى عشوائي، انا بحب تقطيع صغير كده. انا بحب التقطيع يكون صغير كده. شايفين؟ وتكون فيها الحتة البنفسجي دي، تكون موجودة فيها لازم، اكيد طعمها حلو جدا. بصوا التقطيع ما بياخدش وقت خالص، بالنسبة لي التقطيع كده احسن من القطاع. شايفين الصغيرة دي بتبقى طعمها حلو اوي، مبحبش انا التقطيع الكبير. اهي ننضف الحتة اللي ورا دي. تقطعي بحيث يكون لازما كده في حتة من اللي هي البنفسجي مع الحتة البيضة، تقطعي بيبقى كده، لقيتي حتة صفر او حاجة تقطعيها. شايفين؟ انا بشوف ناس بتقطع بقى بطريقة غلط. بتقطع ازاي؟ بتقطع كده، يعني اللفتة كده كلها بيكون لونها ابيض، مفيش فيها حتة من البنفسجي. انا شايفة ان التقطيع كده افضل، بخلي طعمها كمان حلو، حتى البنفسجي ده اصلا طعمها حلو. شايفين التقطيع كده افضل حاجة. هنقطع الحتة دي، طبعا
اللي هو لونه اخضر، العيدان اللي هي لونها اخضر بتتاكل برضو على فكرة، يعني لو معاكي سليمة وخضرة وحلوة ممكن برضو تقطعيها. تمام اهي، لو معاكي خضرة كده ممكن تقطعيها اهي. كل الحاجات بقى اللي ورا دي بننضفها كده، دي مش طين ولا حاجة، ده جلد ناشف، جلد ريفت ناشف، انا نضفته اهو. اي جلد برضو في الجنب كده بتنضفي كده. اهي متأكدة ان مفيش اي جلد او اي حاجة مش عاجباكي قبل ما تقطعي، شايفين كده اهو. اي حاجة صفرة برضو نفضل نقطعها كده لحد ما ايه اللون يبقى ابيض قدامنا وحلو زي ما احنا شايفين كده. وساعتها بقى ببدا اقطع. شايفين في لفت، يعني بصوا انا جايبها صغيره وشايفين قلبها عامل ازاي، في شبه كده من السفنج، شايفين رغم ان انا جايباه صغير لان طبعا اللفت احنا في الاخر، يعني بقاله فترة كبيرة ظاهر فاحنا في الاخر، فبصوا عشان اقول لكم تجيبوه صغير. شوفوا رغم ان انا الواحدة صغيرة قد ايه، رغم ان الواحدة شايفين صغيرة قد ايه، رغم بصوا قلبها. طبعا ده كله هقطعه هرميه، يعني القلب ده عامل زي السفنج ده هرميه. بقطع القلب كده بس، وباخد الحتة اللي هي الايه البنفسجية بيبقى طعمها حلو جدا برضو، وببدأ اقطعها عادي اهي اي تقطيع عشوائي زي ما احنا شايفين كده. اشوف النص التاني برضو في سفنج اهو من جوه بقطعه، لان السفنج ده اول ما هينزل المية اللي فيها ملح بصوا بيدوب بسرعة، بقى عامل زي بصوا طري جدا اهو. ببدا اخد بقى اللي جوه الناشف ده واقطع تقطيع عشوائي زي ما احنا شايفين كده. اتخلصت من اللي هي الحتت الايه اللي هي السفنج.